رياح نشطة وضباب وأمطار على بعض مناطق المملكة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، والتفاصيل في 90 ثانية. بداية من يوم الخميس متوقع أن يكون هنالك فرصة لتشكل الضباب على شرق جدة. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا على شمال المملكة وأجزاء من الوسط والشرق، في حين ترتفع على أجزاء عدة من غرب المملكة. فرص لبعض الأمطار الرعدية على مرتفعات شرق جازان وعسير، وفي المناطق الشرقية فمن المتوقع أن تشهد رياح شمالية نشطة، أما جنوب غرب المملكة فمتوقع أن تكون الرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار أحيانا. أما في يوم الجمعة ويوم السبت فتتجدد فرص تشكل الضباب على شرق جدة في صباح هذه الأيام. يبقى الطقس حارا في غالبية المناطق ويستمر نشاط الرياح الشمالية على شرق المملكة. وأخيرا هنالك فرص لبعض الأمطار الرعدية المتفرقة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا. دقيق طقس العرب، دمتم في أمان الله.